استعرض مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا من وزير المالية محمد معيط، أكد خلاله أنه تم التنبيه على جميع المواقع التنفيذية بمصلحة الضرائب بعدم توقيع الحجز الإداري على المدنيين إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الواردة بقانون الحجز الإداري. وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي يحددها القانون في هذا الشأن لتسديد مستحقات الضرائب قبل إجراء أي حجز إداري على أموال المتعثرين.